السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكو عالم الكمبيوتر والبرامج. الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله هعلمك إزاي تحرق نسخة ويندوز 11، أحدث نسخة موجودة بمنتهى البساطة، وفي نفس الوقت أخليه لو كان الجهاز بتاعك لا يدعم إن أنت تسطب عليه نسخة 11، لا خلي حضرتك تعرف تسطب هذه النسخة على جهازك حتى لو كان الجهاز بتاعك ده جهاز إمكانياته متواضعة وبسيطة أو لا يدعم ويندوز 11. لو انت حابب تعرف ده هنعمله مع بعض ازاي، تابع معايا الفيديو للنهايه. اول حاجه طبعا هعملها لازم يبقى عندي اللي هو البرنامج اللي هحرق بيه اللي هو ريفوز. اي نسخه هتشتغل معاك مفيش اي مشكله، هضغط على اللي هي ريفوز تمام واقول له نعم، واكون طبعا حاطط فلاشه في قلب اللي هو اليو اس بي بتاع جهاز الكمبيوتر بتاعي. زي ما حضرتك كده الفلاشه هنا ظاهره اهي 16 جيجا. طبعا انت ممكن لو 8 تنفع مع حضرتك، لو اكتر من 16 زي الفل، لو 16 لو 8 هتنفع مفيش اي مشكله خالص. وبعد كده اضغط هنا على اللي هو الخيار، هقفل طبعا الحته ديت، اضغط هنا على اللي هو اختار، هحدد له اللي هي الاسطوانه هي موجوده فين. طبعا انا المفروض حضرتك هتبقى عارف انت شايلها فين، انا هبدا ادور عليها لحد ما اجيبها هنا في الاسطوانات. وبعد كده هنزل اللي هي اسطوانات ويندوز وانزل تحت زي ما حضرتك شايف دي هي نسخه الويندوز اللي هي احدث نسخه منزلها شركه مايكروسوفت تمام. هضغط على فتح تمام كده زي ما حضرتك شايف ان هي قرت النسخه، قرت اهي في قلب اللي هو برنامج ريفوز. ركز بقى معايا في الخطوه ديت. بص حضرتك لو الجهاز بتاعك ده جهاز من الاجهزه الحديثه بيدعم شريحه تي بي ام يبقى مفيش اي مشكله، تبدا تضغط على ابدا على طول. اما لو كان الجهاز بتاع حضرتك غير مدعوم وانت نفسك ان انت تجرب ويندوز 11 على الجهاز بتاعك وتشغله، يبقى انت هتروح ضاغط على الحته ديت وتنزل تاخد اللي هو نو تمب تمام كده، وتاخد الخيار التاني ده لو كان الجهاز بتاعك غير مدعوم. طبعا انا الجهاز بتاعي برضو غير مدعوم، بس في نفس الوقت زي ما حضرتك شايف انا بشتغل من على ويندوز 11 تمام. طيب نيجي الحته هنا مهمه جدا، انت تشوف اللي هو التقسيم بتاع الهارد بتاعك عشان ما يحصلش معاك مشكله اثناء السطب. لو كان تقسيم الهارد بتاعك جي بي تي هتخليه زي ما هو جي بي تي. طب لو كان تقسيم الهارد بتاعك ام بي ار يبقى انت لازم تخليه ام بي ار. الحته دي مهمه جدا جدا، لان ممكن بعد ما انت لو انت عملتها خطا هتيجي ساعه السطب مش هيشتغل معاك، يعني هتلاقي الفلاشه مش هتتقري. فانت اتاكد ان مخطط التقسيم عندك لو كان جي بي تي يبقى انت تخليه جي بي تي، لو كان ام بي ار يبقى انت تخليه ام بي ار. طيب وبعدين؟ وبعد كده اضغط على ابدا تمام. هو هنا بينبهني ان كل البيانات اللي موجوده على الفلاش هتتمسح، طبعا حضرتك بتبقى اصلا مفضيها تمام. هتضغط على موافق، هنا هيبدا عمليه التقسيم وفرومات للفلاشه، وهيبدا عمليه على طول نسخ الملفات بتاع الويندوز على الفلاشه. طبعا الموضوع ده حسب سرعه الفلاشه بتاعتك وحسب سرعه الجهاز بتاع الكمبيوتر بتاعك هتاخد. زي ما حضرتك شايف معايا هي هنا ما شاء الله يعني شغاله بسرعه. طبعا انا شغال من هارد اس اس دي، فده طبعا اللي هيعمل معايا فرق في سرعه النسخ تمام. انا هوقف لحضرتك الفيديو لحين الانتهاء من عمليه النسخ وهرجع لحضرتك عشان ما اطولوش عليك. تابع معايا الفيديو بعد ما ننتهي من حرق هذه الايه النسخه واوري لحضرتك ايه اللي تم. زي ما حضرتك شايف كده تقريبا تم الانتهاء من الكتابة، هو دلوقتي بس بيمسح بعض من الملفات اللي مش محتاجها تمام كده. وقت هننتظر لحد ما يتم عملية الانتهاء الكامل من نسخ الويندوز على فلاشة، لحظات بسيطة. تابع معايا الفيديو للنهاية. كده 50% خلاص حضرتك كده هو بيمسح بعض من الملفات اللي هو مش محتاجها اللي تمت أثناء الكتابة. تسعة 99% خلاص، يعني تقريبا ثواني بسيطة جدا.
زي ما حضرتك شايف كده، هو بيقول لي ان هو تم الانتهاء يعني. اضغط على اغلاق واضغط على اغلاق وادخل ابص بقى على اللي هي جهاز الكمبيوتر بتاعي من جوه، ونشوف شكل الفلاشة اصبح عليها ايه. بص حضرتك زي ما انت شايف كده اصبح عليها نسخة الويندوز. لو انا فتحت الفلاشة هلاقي عليها اللي هي الملفات بتاعة الويندوز. لو انا حبيت ان انا اكبرها لحضرتك عشان تبان، زي ما حضرتك شايف كده الملفات بالكامل بتاعة اللي هي الويندوز اصبحت موجودة على الفلاشة. كل اللي حضرتك هتعمله بقى ان انت هتضغط على اعادة تشغيل الجهاز الكمبيوتر بتاعك، وتبدأ تدخل تعمل عملية اقلاع من الفلاشة وتبدأ تسطبها. ان شاء الله هتنجح معاك، سواء كان الجهاز بتاعك مدعوم او الجهاز بتاعك غير مدعوم. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد، ما تنسناش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناة، لان ده بيدعمنا كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.